هو ايتم واحد، وابتديت ان انا اخلق منه كذا ايتم عشان الزبون ما يزهقش. ما كنتش عاوز ادخل اي ايتمات تانية الا الحواوشي بس. عملنا حواوشي بجميع انواعه، حواوشي انتركوت، حواوشي ميكس تركي، حواوشي جريمه اكل، حواوشي بيف بيكون، حواوشي بسطرمة. ابتدينا نفرم لحمة ضاني ونعملها حواوشي، ابتدينا نفرم سجق، دخلنا معاه الإيطالي مع الشرقي مع الغربي، عملنا ميكس كده يعني. ابتديت أطور في الحواوشي. ليه؟ اللي أنا كنت رافض فكرة اللي أنا مع المطعم الحواوشي اللي أنا أعمل طاجن، اللي أنا أعمل لحمة ستيك، اللي أنا أعمل مكرونات أو رز. أنا كنت نفسي أشتغل في أيتم الحواوشي بس، فكنت لازم عشان أعمل كده لازم أنوعه. فنوعناه وخلقنا من المنتج اللي هو عيش ولحمه ده كذا منتج. الحواوشي الاسكندراني قريب جدا لفكره البيتزا الايطالي. اما الحواوشي المصري او البلدي بتاع القاهره هو رغيف عيش جوه لحمه مفرومه. يعني احنا فضلنا محافظين على حته اللي هي تبقى لقمه ما تبقاش عجينه. طبعا اكله الحواوشي ما تحلاش الا لما يكون رغيف الحواوشي سخن كده، وطبعا معاه طبق طرش بلدي حلو، معاه طبق طحينه، معاه قوطه مخلله، معاه ارض فلفل طبعا.